مشرقة مال أم الموديلات ماكو، يعني تحب تعرض أزياء تصير عارضة أزياء. إليزابيث كارلو وزنها 75. اجتمعوا علماء الطب كلهم في باريس في سبيل علاج إليزابيث كارلو، وما توفقوا وماتت وماتت. دكتور شنو الشراهة العصبية؟ الشراهة العصبية هي رغبة شديدة للأكل وخوف شديد من السمنة. يعني كل شيء يرغبون يأكلون لكن هواية هواية يخافون من السمنة. فشي يصير عندهم هذولا؟ هذا عادة يصير بالنساء، مو شرط النساء السمينات، لا لا لا، اكو واحدة معتدلة شوف عندها شراهة العصبية، يعني وزنها عادي مثلا 65 70 عادي، طولها 160 165 عادي، كل شيء طبيعي، شارع صاعد الشراهة، تقعد ويا اهلها تاكل تاكل تاكل، تبربع بالاكل ماكو، من تخلص الاكل هاي لانه كانت تحب هواي تاكل اكلها زين، هسه شو تسوي؟ تروح للمرافق الصحية يعني وتمد يدها بحلقة تزوع كل مالي اكلته. زين؟ هاي يسمون شراهة، يعني من صفحة ياكل من صفحة يروح يزوع ياكله. زين؟ هاي حالة الشراهة العصبية حالة عصبية صرفة. أو طريقة لقعتهم. هاي لو تروح بالمرافق تزوع اللي اكلته حتى تخلص منه لا تروح تسمن. أو لا قبل الأكل يبلعون ملينات من ورا ما تاكل رأسا في الإسهال شديد، كل ما أكلته انفق طلع من جوا السلام. أو أكو بيهم لا يأخذون مدررات يزيد الإدرار عندهم حتى يقل وزنهم بالتواصل ده. هاي كلها وسائل يستعملوها في سبيل أنه يأكلون زايد لكن خوف من سمنعتهم. وعلاج هذا في العلاج حيل صعب، يجب أن يشترك في علاج هذه المشكلة هم متخصص التغذية من صفحة، هم طبيب الأعصاب والحالة النفسية. هذول الاثنين لازم يتعاونون في علاج هؤلاء، وعلاجهم صعب. أنا هواية من هذول شايف وحايلهم على المتخصصين الأعصاب، وللأسف للأسف الكبير أنه مو بسهولة كان يتعالجون، حيل صعب العلاج مالتهم. طبعا أكو حالة أتعس من هاي يسموها فقدان الشهية العصبي، هذاك كلش أتعس وحالة توصل إلى الموت. ليش هذولاك هل قد ما يهمهم الجسم الأنيق أو الرشاقة الكلش عالية، رشاقة مع الأم الموديلات ماكو، يعني تحب تعرض أزياء تصير عارضة أزياء مثل إليزابيث كارلو، كانت ملكة عارضات الأزياء مال باريس. إليزابيث كارلو وزنها 75، انتبهوا علي زين، 75 نزلته ل 65، ما قبلوها كعارضة أزياء، نزلته ل 48، 170 طولها، نزلته ل 48 قبلوها كعارضة أزياء، بعد ما قدرت توقف نفسها نزلت ل 28، يعني من 48 نزلت 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 وما حد قدر يسيطر عليها لين صارت 28. اجتمعوا علماء الطب كلهم في باريس في سبيل علاج إليزابيث كارلو، وما توفقوا وماتت وماتت. هاي الحالة تحصل، حالة فقدان الشهية العصبي عادة عند البنات فوق ال 15 وجوه ال 25 اللي بشرتهم بيضة. الحمد لله احنا عراقيين محروقين بشرتنا سودة، فأقل عندنا هاي الحالة والشكر لله. زين إن شاء الله ما حد يبتدي بهالامراض، ولا تفكرون زايد بالاناقه والرشاقه. انا اقول وصلوا لوزن سالم، اما من توصلون لوزن طبيعي لا تحاولون ان تنزلون اكثر من وزن طبيعي. موفقين ان شاء الله.